احسن في الدنيا الاخبار. انا مش بدير وانا بحب المزيكا، فقلت اعمل حلقه جديده. احنا النهارده هنتكلم عن ما انا مش عارف هنتكلم عن مين. خلاص ما بقاش في افكار، انتهى زمن الفن، ما بقاش في مزيكاتيه كده يسهلوا ان الواحد يتكلم عليهم ويكشف تفاصيل حياتهم، انتهت الاساطير. انا بقى اعتزل المهنه واقفل قناه اليوتيوب وارمي اللابتوب وعضل على اي نص يا ازلب. ما خلاص ما بقاش في ناس اتكلم عليهم، ما بقاش في ناس خالص. Ladies and gentlemen, the Beatles. 73 million people tuned in. I just didn't mean what everybody thinks I meant. They will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. The Beatles are breaking up. John Lennon of the Beatles was shot outside his New York home. Paul McCartney was arrested at Heathrow Airport this afternoon and charged with possessing cannabis. The Beatles. Together, they became the biggest pop band the world had ever seen. احنا النهارده هنتكلم على البيتلز. طبعا دول اهم فرقه في الوجود، لازم نتكلم عليهم. انا بس كنت بختبركم. ايوه كنت بختبركم، كنت عايز اعرف اذا كان حد فيكم هيوقفني يقول لي يا بشوي استنى عندك، انت لسه ما اتكلمتش على البيتلز. بس ما فيش اي حاجه، والظاهر ان انا لازم اعمل كل حاجه لوحدي. ما انا سايب لكم الكومنتات تحت مفتوحه لاقتراحاتكم وتعليقاتكم، الا ما في حد قال لي يا بشوي اتكلم على البيتلز. ايه في حد قال لي؟ ما خلاص فهمنا بقى، انتوا ما صدقتوا. عشان نعرف حكاية البيتلز كلها لازم نبتدي الحدوتة من اولها، فيلا بينا نرجع بالزمن حبتين لورا ليوم 9 اكتوبر سنة 1940 في مدينة ليفربول في انجلترا، يوم ما اتولد جون وينستون لينون، او زي ما احنا عارفينه جون لينون. كان في خلافات كتير جدا ما بين مامته وباباه، ودوت اللي ادى الى انفصالهم، وكان لازم على جون لينون وهو عنده 5 سنين ان هو ياخد القرار عن مين اللي عايز يعيش معاه، امه ولا ابوه. بس هو ما عرفش يختار وخدها من قصرها وراح عاش مع خالته ميمي سميث وجوزها. بس دوت برضه ما يمنعش ان هو كان علاقته كويسه بمامته اللي كانت بتعدي عليه كل يوم سبت وحد، وهي اللي حببته في المزيكا وكانت على طول بتسمع له اغاني الالفيس بريسلي، وهي اللي جابت له اول جيتار ليه، وهي اللي علمته البيانو وعلمته اله البانجو. ولكن من اكبر الصدمات اللي حصلت له في حياته لما امه ماتت في 15 يوليو سنة 1958 في حادثة عربية وهو عنده 17 سنة. في 56 اسس فرقة ذا كويري مان على اسم المدرسة اللي كان بيروحها، كويري بانك هاي سكول، وكان بيلعب معاه شوية من زمايله، كان بيعملوا حفلات في المدرسة بتاعتهم والمدارس المجاورة. ولكن يعتبر اهم حفلة عملها في الوقت دوت مع الفرقة ديت كانت يوم 6 يوليو سنة 1957، مش لان الحفلة كانت كبيرة او الناس اللي كانوا موجودين كانوا اغنياء ومعديين، لا خالص، ولكن عشان في اليوم دوت اتعرف على ولد عنده 15 سنة اعجب بموهبته على الجيتار وعرض عليه ان هو ينضم معاه في الفرقة، واسسوا مع بعض اعظم فرقة في التاريخ، وكتبوا ولحنوا اكتر من 300 اغنية، ويقال عليهم اعظم دوات في كتابة الاغاني. الولد دوت كان اسمه بول مكارتني. اتولد بول مكارتني برضه في مدينة ليفربول، بس يوم 16 يونيو سنة 1942. أمه كانت ممرضة وأبوه كان بيلعب بيانو في فرقة جاز. من الحاجات المشابهة اللي ما بينه وما بين جون لينون هي إن أبوهم ما كانش حاضر ولادتهم، ودوت كان بسبب الحرب العالمية التانية، وكل الرجالة كانت بتترحل وتروح تحارب في الجيش، وأمهم هما الاتنين ماتت وهما في سن صغير، ودوت اللي خلق بينهم كيمياء وعلاقة ساعدتهم على إن هما يفهموا بعض وهما بيكتبوا الأغاني. وهو عنده 16 سنة كتب أغنية When I'm 64، وكان غرضه ان هو يديها لفرانك سيناترا عشان يغنيها، ولكن ما جاتش فرصه. بعد ما انضم مع جون لينون في الفرقه عرض عليه ان هم يضموا واحد صاحبه اسمه جورج هاريسون، برضه بيلعب جيتار، بس المشكله ان هو كان اصغر منه بسنتين وكان عنده 14 سنه وقتها، وجون لينون حس ان هو لسه صغير، فلما سمعه اول مره ما حسوش قوي، ولكن لما سمعه المره الثانيه حس ان الواد ده اكتشافه ما ينفعش نضيعه من ايدينا، فقام ضمه للفرقه. وبعدين ضمه زميل جون لينون في المدرسه اللي اسمه ستوارت ساكليف اللي بيلعب بيس، واتغير اسم الفرقه
الى جوني اند مون دوجز، وبعد كده سموها ذا سيلفر بيتلز، وبعد كده شالوا السيلفر واصبحت فرقه ذا بيتلز. وكان من اهم الاماكن اللي هم بيلعبوا فيها الكازبه كوفي شوب، بس بعد كده عشان يكملوا الفريق كانوا محتاجين واحد يلعب لهم درمز، فمضموا واحد اسمه بيت بس اللي كان ابن صاحبه المكان اللي هم بيلعبوا فيه، زي ما تقولوا كده انضمام مصلحه عشان تخليهم يلعبوا براحتهم. وابتدوا وقتها ياخدوا الموضوع بجديه حبتين، فطلعوا بره وابتدوا يعملوا حفلات في اسكتلندا وفي مدينه هامبورغ في المانيا. وهناك ستورت ساتكليف اتعرف على مصوره فوتوغرافيا اسمها استريد كيرشر، هي اللي خدت اول صوره معروفه لفرقه البيتلز، وهي اللي قصت شعرهم بالطريقه اللي هم اشتهروا بيها بعد كده. وقتها ستورت قرر ان هو يفضل في هامبورغ ويتجوز البنت ديت، فقام ساب الفرقه في يوليو سنه 1961 وفضل هناك لغايه لما مات في 10 ابريل سنه 1962 وهو عنده وقتها 21 سنه بسبب نزيف حاد في المخ. في يناير 1962 اتعرفوا على براين ابستين اللي كان عنده محل فيديوهات وعرض عليهم ان هو يدير اعمالهم، وهم وافقوا. اول حاجه حاول يعملها ان هو يجيب لهم عقد معتبر من شركه محترمه، ولكن الكل كان بيقول له لا وبيبعتوا له جوابات رفض، زي مثلا شركه داكا برودكشن اللي بعتت له وقالت له خلاص الفرقه الموسيقيه وبالاخص اللي فيها جيتارات كتير راحت عليهم، والبيترز لن يكون لهم مكان في مجال الفن. احب من موقعي هذا اخد دقيقه صمت على الوتسه والحسره اللي الناس دي حست بيها بعديها بشهرين. ولكن شركه طارت جت غيرها، وقدر انه يمضي البيترز مع شركه EMI برودكشن ومنتجها الفني جورج مارتن اللي فضل مع البيترز من اول البوم ليهم لاخر واحد. ولكن المشكله ان بعد اول تسجيل جورج مارتن حس ان لعب الدرامز بيت بس الصراحه ملوش فيها، وان هم لازم يغيروه ويجيبوا واحد عليه القيمه، فقاموا مشوه وجيب بداله رينجو ستار او باسمه الحقيقي ريتشارد ستاركي في منتصف اغسطس سنه 1962، واصبحوا رباعي البيترز اللي احنا عارفينهم لغايه دلوقتي، وسجلوا اول اغنيه ليهم لاف مي دو. وفي 11 فبراير سنه 1963 سجلوا اول البوم ليهم بليز بليز مي كله في يوم واحد، ونزل في مارس من نفس السنه، وكان فيه اغاني زي فروم مي تو يو واغنيه شي لافز يو اللي نزلت في الاول كسنجل وقدرت انها تبيع اكتر من مليون نسخه، واغنيه بليز بليز مي اللي عملت اعلى نسبه استماع. والالبوم دوت خلق ما يسمى بالبيتل مانيا او هوس البيتلز وزعيق الستات وجنون المراهقات وحفلاتهم اللي بيحضرها الافات من البنات اللي ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيصرخوا بس. وابتدوا الجولات الفنيه وحفلات في كل حته في انجلترا، وبعدين طلعوا على السويد، وفي اخر السنه نزلوا البومهم الثاني ويز ذا بيتلز، وده كان اول البوم ينزل لهم في امريكا. اللي البيتلز عملوه في انجلترا يمكن يتفهم حبتين، يعني البلد بلدهم وهم اتولدوا فيها وكبروا فيها، اربع شبان كيوت بيغنوا اغاني كيوت، اللي صوته حلو واللي بيلعب جيتار، طريقه لبس مختلفه، قصه شعر مختلفه، فقشطه يتفهم. ولكن بقى اللي حصل في امريكا دوت لازم نقف جنبه ونقول ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ يعني ازاي بعد ما عملوا البومين ومنهم واحد بس اللي راح امريكا، اول زياره ليهم في البلد 4000 واحد يستناهم في المطار، و56000 واحد يحضر لهم حفلات، والحلقه اللي هم طلعوا فيها في التلفزيون في الاد سوليفان شو اتفرج عليهم اكتر من 73 مليون شخص، يعني حوالي 35% من نسبه الامريكان وقتها. ايه ده؟ في ناس كتير قالت نظريات وفي اسباب، بس اهم السببين اللي يمكن منطقيين لحد ما، اول واحد ان في نوفمبر 1963 اتقتل رئيس الجمهوريه الامريكيه جون اف كينيدي، والناس كلها كانت بتحبه، فكانت البلد بتمر بظروف صعبه وعايزه تغيير وحاجه مختلفه تماما. وتاني حاجه هي اغنيه واحده. بول ماكارتي طلع في حوار وقال ان احنا قلنا مش هنروح امريكا الا لما اغنيه من اغانينا توصل للبلد وتعمل اعلى نسبه استماع، والاغنيه ديت كانت I wanna hold your hand. هسيبها في الديسكريبشن تحت اسمعوها، وانتوا بتسمعوها افتكروا ان ديت الاغنيه اللي حببت الامريكان في الفرقه الانجليزيه وادت شهره غير طبيعيه لفرقه البيتلز، والجرأه لفرق تانيه انجليزيه زي رولينج ستونز وذا هو وانيمالز ان هم ما يخافوش ويروحوا ويعملوا حفلات في امريكا. ويمكن السبب الثالث ان براين ابستين عمل حمله دعايه باكثر من 45000 دولار عشان يتاكد ان اسم البيتلز معروف في كل حته في امريكا قبل ما الفرقه تروح اصلا. والاول مره واخر مره فرقة تمسك اول خمس مراكز للاغاني اللي عامله اعلى نسبه استماع في امريكا، والاغاني ديت كانت كان باي مي لاف، تويست اند شاوت، شي لافز يو، اي وان هولد يور هاند، وبليز بليز مي. وفي يوليو من نفس السنه عملوا اول فيلم ليهم ا هارد دايز نايت، ونزلوا البوم بنفس الاسم. وبعدين لفوا العالم وعملوا حفلات فنيه في الدنمارك وهولندا واستراليا والصين.
وبعدين رجع تاني لامريكا، وكان مفروض ان هم هيعملوا حفله في فلوريدا، والناس المقيمين على الحفله قالوا لهم ان الجمهور هيكون منفصل، بما معناه ان البيض هيقعدوا في حته والسمر هيقعدوا في حته، ودوت اللي رفضوا البيتلز وقالوا ان هم مش هيطلعوا على المسرح الا لما الكل يقعد مع بعض. ومن ساعتها واهم بند بيحطوه في اي عقد بيمدوه لاي حفله في امريكا بينص ان مفيش حفله الا لما الجمهور كله يقعد مع بعض. وتعتبر ديت من اهم الانجازات اللي عملوها البيتلز، ان هم شالوا العنصريه في الحفلات الموسيقيه. ولو انت فكرت فيها في الستينات في الفتره ديت في امريكا الموضوع ما كانش حلو قوي. وبعد البومهم الرابع بيتلز فور سيل اللي كان باين عليهم فيه الارهاق وعدم الابتكار والتعب حتى من صوره الالبومهم، قرروا ان هم يجربوا حاجات ترجع لهم الطاقه الايجابيه والاثاره اللي هم كانوا حاسينها في الاول. ففي 65 اتجهوا الى حبوب ال اس دي او عقار الهلوسه. ابتدى الموضوع بجورج هاريسون وجون لينون، وبعد كده انضم لهم رينجو ستار، وبعد كده بول ماكارتني اللي كان اول واحد يطلع في الاعلام ويعلن عن تعطيل لل اس دي، وقال ان المخدرات فتحت لي عيني وخلتني اكون انسان افضل وصادق ومتسامح في المجتمع. في الموسم الثاني هيلب نزل، ومعاه نزل الالبوم اللي بنفس الاسم، وكان فيه اغنيه يسترداي، اول اغنيه كلاسيكيه يعملوها باوركسترا كامله وكمانجات. يسترداي all my troubles seem so far away. ورجعوا تاني لامريكا للمره الثالثه، وعملوا حفلتهم في الشي ستاديوم اللي حضرها اكتر من 55,000 شخص. وفي نفس الجوله ديت حصل الحدث الفني ومقابله البيتلز مع مثلهم الاعلى ومغنيهم المفضل الفيس بريسلي. وللاسف مفيش اي صوره للمقابله ديت الا صوره واحده اللي بيبين فيها فرقه البيتلز وهم في العربيه، والفيس بريسلي تقريبا كان لسه مسلم عليهم وماشي. وبعديها نزل البومهم السادس والسابع ريفولفر ورابر سول، اللي كان فيهم بيجربوا حاجات مختلفه جدا، زي مثلا استخدامهم لاله الستار الهنديه، ولا أغنية Tomorrow Never Ends اللي بتقدم نوع مزيكا عمرهم ما قدموه قبل كده، وأغنية Norwegian Wood The Bird Has Flown اللي تقريبا كان فيها جون لينون بيعلن خيانته لمراته. وحتى رينجو ستار شارك في كتابة أول أغنية ليه، وهو اللي غناها، وأغنية What Goes On. ولكن 1966 كانت سنة نحس عليهم، وكل ما يحاولوا يخرجوا من مشكلة تيجي مشكلة تانية وتخبطهم في ظهرهم. يعني مثلا وهم في الفلبينز بيعملوا حفلة هناك، جات لهم دعوة رسمية من مرات رئيس الجمهورية على الفطار، قرروا ما يروحوش عشان ما يدخلوش نفسهم في مشاكل سياسية هم بغاية عنها. ولكن اللي ما كانوش عارفينه ان عدم حضورهم لهذه الدعوة دخلهم في مشاكل اسوأ وانير. رئيس الجمهورية ومراته من النوع اللي ما بينزلهمش كلمة ومش هيعدوا الموضوع دوت، فنزل قرار بعديها ان البيترز اصبحوا من اعداء الدولة، والناس كلها اتلمت قدام الاوتيل اللي كانوا عايشين فيها وابتدوا يرموهم بالزلط ويشتموهم. وفضل الموضوع دوت لغاية لما وصلوا المطار وركبوا الطيارة، ومن ساعتها ما رجعوش الفلبينز تاني. ولما وصلوا انجلترا لقوا نفسهم في مصيبه اكبر بسبب جمله كان قالها جون لينون في حوار تلفزيوني، لما قال ان البيتلز ار مور بوبولار ذان جيزس، ان البيتلز اشهر من المسيح. ورغم ان هو طلع واعتذر وصحح كلامه وقال ان قصده ان التلفزيون والمزيكا دلوقتي بتاثر على الناس اكتر من الدين، ولكن ده ما يمنعش ان الناس كتيره جدا وبالاخص في امريكا بطلوا يسمعوهم. وطلعت المجموعه العنصريه او الكي كي كي وقالت ان الحفلات اللي المفروض يعملوها في امريكا يا اما تتلغي يا اما هيبقى في خطر على حياتهم. وتلم شويه ناس وحرقوا كل البومات البيتلز في 19 اغسطس، وبسبب كتر المشاكل وفقدان الشغف اللي كان عندهم للجولات الفنيه قرروا ان هم يبطلوا يعملوا حفلات. وفي 29 اغسطس سنه 1966 عملوا اخر حفله ليهم في مدينه سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في امريكا، ومن ساعتها ما عملوش اي حفله بجمهور دافع، ووقفوا حفلات بعد 1500 حفله استمرت على مدار 4 سنين بدون اي وقوف. واختفوا عن الانظار، وناس كتير قالت ان البيتلز خلاص بح. بس اللي هم ما كانوش عارفين ان هم كانوا بيحضروا لقنبله فنيه، وفي 1 يونيو سنه 1967 نزلوا اهم واقوى البوماتهم سيرجنت بيبرز لونلي هارتس كلوب باند، اللي اختارتهم جاله الرولينج ستونز كرقم واحد في اعظم 500 البوم في تاريخ الموسيقى الغربيه. والاول مره هنركز في غلاف الالبوم اللي كسب الجراميز كافضل كفر وقتها. والحكايه بكل بساطه ان الراجل اللي عمل الغلاف سال كل واحد من اعضاء البيتلز لو
في حفلة عملتها الفرقة، وبعد ما خلصت الحفلة قرروا ان هم ياخدوا صورة مع كل الناس اللي حضروا الحفلة، مين الناس اللي انتوا عايزينهم يطلعوا في الصورة ديت. ولو بصينا على الكفر هنلاقي مارلون براندو، هنلاقي ألبرت أينشتاين، هنلاقي مارلين مونرو، هنلاقي بوب ديلن، هنلاقي كارل ماركس. وكانوا بيفكروا يدخلوا هتلر وجاندي، ولكن عشان يتفادوا اي مشاكل ويريحوا دماغهم قرروا يطلعوهم من الصورة. وقبل ما يحتفلوا بنجاح الالبوم جالهم خبر من اسوأ الاخبار اللي يمكن كانت بداية لانفصالهم، وهو موت مدير اعمالهم براين ابستين بسبب جرعة زيادة من المخدرات، وهو عنده 35 سنة. وفي اشاعة تانية بتقول ان هو انتحر بس دوت مش اكيد. وجون لينون بعد كده طلع وقال ان بعد موت براين ابستين كنا تايهين مش عارفين نعمل ايه، كنا احنا بنغني وهو مسؤول عن كل حاجة تانية. ومن وقتها المشاكل ابتدت وهم بيدوروا على مدير اعمال تاني. كان بول ماكارتني عايز ابو خطيبته لي ايسمان، ولكن الباقيين كانوا عايزين الين كلاين مدير اعمال الرولينج ستونز، والاغلبيه كذبت والين كلاين اصبح مدير الاعمال. ولكن بول ماكارتني اتقفل من جواه وما بقاش قادر يستحمل اعضاء الفرقه لا في المزيكا ولا براها. في 30 يناير سنه 1969 قدموا اخر حفله ليهم على سطح مبنى شركه ابل الشركه الرسميه بتاعت فرقه البيتلز. بس دوت ما يمنعش ان هم نزلوا مع بعض 3 البومات تانيين. ذا وايت البوم اللي كان جورج مارتن بيتكلم على كم المشاكل اللي حصلت ما بينهم وهم بيسجلوه، وان رينجو ستار ساب الفرقه لمده اسبوعين ورجع، وان وقتها جون لينون اتعرف على واحده اللي اصبحت مراته بعد كده يوكو اونو، اللي ما كانتش بتنزل من زور اي حد من باقي اعضاء الفرقه، وكان بيخليها تتدخل في امور البيتلز وكان بيقعدها معاهم في الاستوديو، ودي الحاجه اللي رفضها الباقي لان مفيش اي حد خامس بيقعد معاهم وهم بيسجلوا. ولكن جون لينون كان بيطنش كلامهم ومش فارق معاه غضبهم. وهو ويوكو عملوا مع بعض فرقه موسيقيه اسمها بلاستيك اونو باند، ونزلوا اول اغنيه ليهم جيف بيس تشانس في 20 سبتمبر سنه 1969. وقتها راح للفرقه وقال لهم ان هو قرر يسيب الفرقه ويمشي. وبعديها بست ايام نزلوا البومهم قبل الاخير ابي رود، وفي اشاعه طلعت وقتها ان بول ماكارتني مات لان هو كان ماشي حافي في الغلاف، ودي كانت حاجه رمزيه بيعلنوا فيها عن وفاته. بس هو ما ماتش، ولكن الحقيقه ان هو كمان قرر الانفصال، وكان اول واحد من اعضاء الفرقه اللي يطلع ويعلن الموضوع دوت للاعلام في 30 ابريل سنه 1970. وفي فيلم وثائقي نزل ليهم في 1970 ومعاه اخر البوم للفرقه لارد بي. والفرقه كلها فركش وما تجمعوش تاني لمده 4 سنين، لغايه يوم 29 ديسمبر سنه 1974 لما اتقابلوا مره اخيره عشان يمضوا على ورق الانفصال. ومن هنا رسميا وقانونيا انتهت اسطوره البيتلز، اعظم وانجح فرقه في تاريخ الموسيقى، اللي عملت اعلى نسبه مبيعات وضربت كل الارقام وعدت كل التوقعات ورسمت الطريق اللي مشي عليه كل المزيكاتيه من بعديه. وبكده اكون خلصت كلام، معلش طولت عليكم بس كان لازم ادي للفرقه حقها. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبتكم الحلقه، واعملوا سبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم، واعملوا فولو على الانستجرام. انا شوي بدير واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.